والله الحمد لله معناتها المكشخين الكل وستاف تكنيك والاداره الكل يعرفوا شنو هي التعب اللي تعبناه عام سنه دونك سيزون ما كانتش سهله جمله دونك تعرف عباد التيتر الوحيد نتاعهم كي يربحوا الاسبيرونس هذاك التيتر نتاعهم اسبيرونس بستنسى بالالقاب شيخ لندية التونسيه مش انا باش نحكي عليه الحمد لله ظهر لي التيتر هذا جا نتيجه تعب كبير ياسر وتضحيات كبيره بدينا يظهر لي اول جمعيه في العالم بريباراسيون عام سنه دونك عادي على العام كامل باش يصيروا دي بلاسور دونك الحمد لله الافكتيف تاع الاسبيرونس فما عباد اليوم حاب نشكر اسامه الجزيري اللي عدى مباراه كبيره ياسر بالحق معناتها ما نحبش نحكي برشا تكنيك اما عدى مباراه تاع قرحه وجرينتا اليوم نشكر الاولاد الكل بيان سور كانوا رجال ونهدي البطوله هذيا لصاحبنا اخونا طارق جلوز اللي قام على عمليه جراحيه اليوم دونك ماذا بيه لو كان معانا لغالب ان شاء الله ربي يشفيه دونك باش يغيب على الميدان 6 شهور كشخين الكل يظهر لي ما نصورش كان ماهمش فرحانين 30 شامبيون يظهر لي معناتها لقب رقم 31 معناتها كي تقول 31 لقب سي ديجا انورم الحمد لله خلطت على 4 منهم دو دوبلي هذا تيتر نمر 11 لي انا معناتها بيرسونيل مع الترجي و 14 تيتر في كارييري الحمد لله يظهر لي تعب نتاع عام كامل ماشي حرام ويظهر لي تيتر نتاع شامبيون هو يظهر لي اهم تيتر في 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 العام دونك سوريس لو غاتو معناتها اول نهار اخر نهار اليوم الحمد لله اللي شامبيون معناتها هزيناها اللي البلوز امبورتون نهدي التيتر هذايا المكشخين الكل اللي وقفوا معنا اللي جاوا في الباهي وفي الخايب الاداره اللي وقفوا معنا في الباهي وفي الخايب زاد كيف كيف على راس مسي حمدي المدب اللي كان معنا البارح قبل المباراه وجا طلع علينا كيلكوز اوكازيون زاده وان شاء الله غدوه باذن الله كيما اليوم الهوند بديناها ميساج للجولات فوت اللي هما رجال ونورونا عام سنه كوكس سوا في الشامبيونز ليغ ولا في المباريات الكل ان شاء الله بقدره ربي غدوه في رادس يجيو لو ماكسيموم بقدره ربي ان شاء الله الشامبيونات ما تبات غدوه كان في باب السويق باذن الله.